لا تجي جنبها، غير مكانك انت. واحد منكم يبي يلحم بنته يا اثنين، راح يجلس جلسك مكان غير في. فغلط يا شباب، هذا ارشيف انا محسوب علي، لابد اني انا اعرف وش اللي انا جاي للبرنامج. بعد 45 يوم الناس بيرتبون برامجهم رمضان، هل انت في القائمه ولا ما انت في القائمه الله اعلم. لكن لا تتوقع انك انت بيكون مرحب فيك وانت هذه ارشيفك، وهذا اذا جيت حتى في قنوات اخرى لو بتروح تقول هذا ارشيفي، ارشيف غير جيد وغير مسوق. وين ابراهيم وفمين؟ موجود. تعال خذ الكرسي، تعال. في كراسي طلبناها يا شباب، وين هذه؟ هذه انا ابو السلطان. تعال تعال قدامك نشوفك. عارف شو مسوي ابراهيم؟ الباب وغير الباب، ما عندك الا الباب. الباب والحوش. ايه والحوش شيء الله ما ادري وش في الحوش يا اخوي، علمني. ما في ولا شيء، ما في الا سلامتك يا طويل العمر. كنا بفقره يا خليهم يعرضون الشباب الفيديو حق الحوش ده. لا بتكلم انا وابراهيم يعرضون. كنا في فقره سلمان جاكو سلمان بن ملحي، وكنت في المطعم يا طويل العمر، جانا الرجال وسولف معي ونمزح انا واحمد رحيم، وانا والله ما عندي خبر فيها قسما طيب. بالله ان عليها عقوبات او شيء، وهذا الامر طلع الرجال وطلعت مزحت مع احمد. ايوه مع المقدم احمد رحيم، ولا عندي خبر ان فيها مثلا خصومات او شيء. وقالوا يخصمون عليك يعني؟ ايوه قالوا للشباب ترى في خصومات وكذا بعد ما نزلت. وش المزح ده؟ وش مسويت؟ وش انت مسوي في المزح؟ ما اسمع. وش سويت في المزح؟ ارفع الصوت يا ما شباب. ما سويت في المسجد ولا شيء، طلعت على الحوش بس. اي وش سويت انت تكون مزحت مع احمد رحيم؟ ايوه احمد قال انا بطب وهذا، وصلت لين هناك وامزح مع الرجال ونزلت. طيب انا طلع السور يعني. أيوة. هم من مبدا اللي انا بيك فيه ابراهيم. اعطونا الفيديو يا شباب حق الباب. ابراهيم هلا يا سلطان. شو اللي صار هنا؟ والله الباب، كنت في الكافي شروم يا طويل العمر وطلعت، لعلني تحمست بعض الشيء. لعلك تحمست اجل. ها بس اخوياك ليش يصيحون؟ طيب ما اسمع اخوياك ليش يصيحون؟ شوف ما تسمعين عند اليوم انت، وليش اخوياك يصيحون عليك؟ والله اخوياي يعني ما ادري تاكيد الخطا يعني انه ترى اخطا وعقبه يعني فيها وفيها كذا ومزح وحدث يعني تعرف نحن هنا ما عندنا شيء اي شيء، اما نحتفل بفوق ولا انت شايف هذا احتفال الحين تكسر البيبان تحتفلون؟ لا والله ما نكسر البيبان نحتفل، لكن يعني كذا انفعال. ها ريالتي يعني انت تشوف هذا ريالتي؟ لا والله ما هو ريالتي. اجل لا والله ما هو ريالتي، لكن ما ادري ليش صاحب ما ادري عنه انا يا طويل العمر. انت الحين تقول هذا ريالتي الحين؟ لا انا ما كسرت الباب وقلت ريالتي يا ابو سلطان. ها وش اللي تقول ريالتي؟ لا اقول لك ريالتي صياح الشباب. ها واللي والتكسير الباب وشو؟ لا والله ما تكسير الباب هذا خطا. خطا؟ نعم خطا. وكم يستحق الخطا هذا؟ والله يا ابو سلطان اني متحمس لا ابغى اكسر الباب، انا احسب ان الباب يعني وثيق عرفت. وشوف الباب موجود عندك، هي اللي طاحت البراويز وصلحناها. انتوا حطنا لكم بيبان حديد ما نفع. وعاونون الشباب الله يبيض وجيهم. وانا اعتذر عن الشيء اللي صار، والعذر عد للكرام. طيب تفضل تفضل يا ابراهيم. وين ناصر القماش وعبد الله الزهراني؟ تعالوا. السلام عليكم. سلام. مدير ابو سلطان. اهلا وسهلا. شو مسوين انتم؟ سوينا لك الخير. ها؟
ما سوينا لك الخير، وش اللي موجود؟ شو مسوينا يا عبد الله؟ ترى انا قلت لكم الاعتراف بالنسبه لي اللي على المدخل قصدك؟ هذه اللي على المدخل الحديد ذي. اي شو هي؟ اللي شليت اسمها اسم طلع النبي يا شباب الرجال شليت ناصر. لحظه خلص فهمنا عبد الله، علي شليت ناصر طول العمر وما ادري والله كيف لفت طح طيحت عليها. كنت ثقيل على الرجال وميز. انت فيك حيل تشيل احد الحين انت؟ اللهم لك الحمد. انت شايل ناصر؟ اي والله شله. اشيله بس. طيب ليش تشيله؟ ما قلنا لكم مزح اليد وهذا اللي تستخدمونه؟ والله العظيم انه غلط، لكن تحمسنا. اي. وشليته و... طيب وغير الطاوله؟ انتوا عليكم بعد خطا مسجل ثاني. غير الطاوله؟ اي انت يا عبد الله شو مسوي؟ شباب ترى الاعتراف عندي انا قلتها. والله انا ناسي اللي بعتلك. ما عندي الا دلاله. ناصر لا قلت لك تكلم تكلم، انا اقول عبد الله. والله اني ناسي اللي بعتلك. ايش؟ والله اني ناسي اللي بعتلك انا. ناسي؟ ايوه. من كثر اخطائك يمكن ناسي. لا والله بس وش الخطا نسيت؟ في خطا واحد. وشو؟ شوف الجدار اللي هناك طلعت راسي فوق. ايش فيه؟ وش الجدار؟ عبد الله في جدار هناك ورا حطيت طاوله وطلعت راسي بس. طلعت راسك مع الجدار؟ وليش يا عبد الله؟ ليش طلع راسك؟ ايش تبي تشوف يعني؟ ما في الا جبال وايش تبي تشوف؟ ها؟ انا خايف انك طبيت انت ما... لا والله ما طبيت. راجعوا الكاميرات يا شباب على متى صار ده؟ متى؟ الحين انت اللي طب وتسال ده مهبول انت. انت اللي طلعت راسك صح؟ اي بس كان طيب ايش صار؟ ما صار شيء بس طلعت بس طلعت ورجعت. الله يصلح قلبك بس. ها اعطونا مقطع حق الطاولة حقتهم. لا 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 يا أبو سلطان أبو سلطان الحق الحق كلام كلام أبو سلطان كلام أبو سلطان أبو سلطان خرك الدوسري كلام هنا 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 عزوز أبو سلطان كلام كلام يجي ويجي يجي يجي أبو سلطان خرك الدوسري يجي بسرعة جلدي جلدي وين يا مساعد وين صاحي أنت لبيك فضحت أخوياك حتى قدام العالم كلهم شو فيك أنت أبو سلطان يعني في كاميرات تصور وتسجل ما بلاش الصياحة كذا أو المسرح اللي نسويتها والله يا أبو سلطان يعني هذا المفروض تغطي عليهم صايح وتركي وين أبو سلطان والله يا أبو سلطان أول شيء أرحب الله يحييك أنت المفروض اللي تتعاقب أنت مو بهم أبو سلطان لأني أحبك والله ندنك تجي والله إني أحبك حبيش؟ إني أحبك لما شفتك إني أرتاح فني يتكلم لعل شلني و... او ثقلت على الرجال وكان يحسب ان المدخل هذا انه حديد يمديني طلع في اللي جو اخوي انا ما قصره فضحونا انت يا ناصر لا عذر زين ولا فعل زين والله عذر زين ذا طلع في اللي ما هو حديد توكل على الله توكل اعلمكم ان شاء الله الحين وش اللي خليك انت يا زراني بس تركي وين؟ يروح لا تأخر ها؟ سويت يا تركي؟ يا مرحبا يا أبو سلطان أهلا وسهلا سويت؟ في ويش؟ مع أخويك عبد الله من ناحية؟ ما أدري أنت سويت الأسبوع ذا؟ الأسبوع ذا؟ إي لا كسرت ولا سويت شيء وغيره؟ كان في شيء ما أدري أعطونا المقطع يا شباب عبد الله ها والله انا خليك مضحكه هنا يا ولد اقسم بالله اللي جيت تطفي بطنك والله تطفي بطنك والله حط 200 والله اقسم بالله ما اعرفها الا من انا يا اخي الارقام انا اخذ كلها خلنا اشوف عطنك سرعه دقيقه خلنا اشوف تدحام تجيني مسدد يلا
تركي. أول شيء أبو سلطان المقطع مو بكامل. وش المقطع؟ المقطع ذا كلام اليوم قصينه وجايبينه حلي. طيب وش اللي حصل له؟ ما غير ورقة شقتها. شقيت ورقة. الورقة وش فيها؟ في البداية ما بنى لي شقة. ما اللي شقة؟ ما واحد ما نتكلم. أنت اللي خذيت ورقة، شوف كنت خذيت وشقيت. لا لا والله أنا مقصينها يا أبو سلطان وكلام اليوم جايبينها علي. إيه. لكن الورقة في البداية أنا ما قصيت. إيه ليش تأخذها وتشقها أنت؟ في البداية ما بنى لي شقة. أنت ليش تأخذ ورقتك أول مشكوكة قبل أخذها تركي؟ إيه كان مشكوك منها نص. كانت مشكوكة. من اللي شقها؟ واحد. لا لا ما لا ما هو بدحام. دحام؟ لا 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 ما هو بدحام لا. طيب. شقة يعني مزحة. توضح الرسائل فيها المعاني وتركي خلص عليها أبو سلطان هو يحسب إني شقيت إني طيب نسمع تركي فالأول كلام اليوم هم جايبين المقطع علي شفت أنت والورقة قديمة 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 الورقة كم الورقة ذي الحين ورقة واحدة ها هي ورقة ورقة واحدة وقديمة ما في على شيء ولا اسمع الحين فيها أرصدة درجات خويك اللي أخذها مو بنت اللي تسجلي في المطعم وبعدين تضاف لك الدرجة دي؟ لا نعم. قدرت تشوف الرقم بعدين؟ ركبتها بعدين وسويتها وسجلتها. مقطع عادي ما في. طيب هذا ضرر في خويك يا أخوي. يعني ما في مزح إلا هالطريقة. سلطان جاني بداك الورقة ما تشقت كاملة. شو مشقتها كاملة؟ شق خفيف. أصلا مشكوكة من البداية. يعني أنت بتقطعها على قطعة صغيرة يعني عشان تستأنس. لا. شقة يا أخوي. يا تركي. في ورقة فيها درجات زميلك. يا أخوي لا تجيها. بس الورقة قديمة. شلون قديمة؟ قديمة مي بنفسها اللي تجمعها مو بقال جمعتها الحين ورقة قديمة خالي وجيت تسجلها هو طيب نسمع من عبد الله هي الورقة كانت قديمة بس ما أعطونا ورق زيادة وكتبت فيها في ورق فكنت كاتب حق اللي هو يوم آخر يوم حق الغداء ولا شيء الحين شباب الورقة اللي شقت أنتم ما أضفتوا درجات عبد الله ما وصلتكم إلا ما ضايفة وصلتها لهم باقي كتبتها وباقي عندي باقي ما وصلتها يعني الورقة أصلا من أساسها بسطان قديمة ما هي بحقة الأسبوع خير إن شاء الله عموما حتى الإعداد ما راح ما تقبلون الأوراق زي كذا هي بعد الإعداد لها احترام تجي بورقة بقطعة وتقول لي اعتمدوا درجة ما هي معتمدها الأوراق جيت سجلها عبد الله يا أبو سلطان هي بس إيش تشقق ورقة عبد الله سجل الأسماء هو خلص الأوراق ما يحتاجها طيب تفضل يا تركي أنت مستأنس هنا أنت قم يا أخوي لا روح وين متعب تعال مرحبا سلطان هلا وسهلا شو سويت؟ ويش؟ التحدي اللي في نقزة سور فيه متعب أنا ما ودي أتكلم هم معطيك عقوبة قوية علمني إيش اللي صار بالضبط اللي صار أنا ما نظام قادح وذي يلا لا ما هو قادح أدور عقال الناقة آخر الليل ايه. كنت بحلبها أدور عقال الناقة آخر الليل إيه إنني طيب. أخابر في عقال جنب السور طيب وما نقصت ما نقصت لا ما نقصت ترى في فيديو لا ما نقصت وش سويت دورت العقال ما لقيت وعودت والقدح اللي أنت تقول صار عليها ما في قدح أنت تقوله يا أخوي أنتوا عندكم فيديو عليه ها عرضه سلطان أنا دورت العقال الناقة لأن هي تكسر الشبك وقلت لحسين ورحت أني بعقل عشان ما تكسر الشبك قلت بس أدك يا حسين ودورت العقال أني خابرين في عقال جنب السوق وشفت فوق الشايك وأحسب أنه عقال ونقلت ورجعت ما غير على طرف السور على طرف السور إيه ما ورا مش ودك طرف السور أنت لا بس عشان أخذ عقال خلاص تفضل يا متعب وش مخالفة متعب الثانية؟ أنت ما أخذ شيء من الشموع الماضي؟ إيه وش ما أخذ؟ أنت وش فيك؟ كيك وش ما أخذ أنت؟ كيك إيش؟ كيك بسكوت كيك السكر وشلون اخذتها سكر يا متعب لا احد يتكلم يا شباب
سكري. شلون اخذت انت؟ شاريها ولا شلون السكري؟ السكر منخفض عندي واكلته بارفع الحلا. ايش؟ عشان الحلا باكل الحلا. عشان ايش؟ عشان باكل حلا. عشان تاكل حلا؟ لان السكر منخفض عندي وبعد. يعني انت ما اشتريتها الحين؟ سم؟ ما اشتريتها. هلا جيت ما بشتريها. طيب وين دحام؟ ما في احد انا. طيب تعال يا دحام. انا. اي في احد غيرك دحام هنا؟ لا قلت ايش؟ تاكل. السلام عليكم. السلام. صباحك الله بالخير. اهلا وسهلا. صار يا دحام على موضوع الشاشة. ليش كسرت الشاشة؟ الشاشة كنت جالس هنا. كنت جالس في الغرفة. طيب. حدث صار وطلعت من هذا الحدث يعني. جيت هنا أتوجه للجلسة عند الشباب. شفت الكاميرا تتحرك معي. فأنا كنت أكتم الغيظ يعني عشان ما أخرج. تكتم الغيظ وقتها يعني؟ إيه. طيب. فشفت الكاميرا تمشي معي، لفيت يمين يمشي معي، قلت ايش تبي؟ ما رد، ما رد يعني ما وقف، لفيت يسار لف معي فنرفزني شوي. فاخذت الدله. يعني هو خطا بس ان انا اقول لك الخطا. بغيت الكاميرا. ايوه ايش سويت؟ ايش فيك انت؟ ما ادري يا اخي، خاف اني ازل في كلمه. انت كم تضرب الكاميرا انت اول؟ انت تستبعدني طيب الحين ولا مو بشغلك انت؟ طيب انت كم تضرب الكاميرا صح؟ كنت بضرب الكاميرا بس شفتها غاليه وقلت اخاف اني ما تستبعدني. حولتها على الشاشه؟ باخر شيء يعني انا كنت. ليش تضرب الشاشه بالشكل ذا؟ شلون؟ ليش تضرب الشاشه بالشكل ذا؟ صوتك يقطع ما يا اخوي وصلوا لي هالصوت يا اخوي، انت ايش فلاكم يا منيب؟ طيب قعد ما عليك الحين. هو يستهبل يعني هو؟ والله ما استهبل ولا شيء يا رجال الله يرحمه. الحين اللي في الاخير سامعيني انتم؟ طيب انت ليش ما تسمعني وانت قدامي انت؟ والله ما اسمعك. طيب يا خلاص سالناكم سؤال وانتهى. لا تعصب دحام، ارتاح. اسلوب الاستفزاز هذا والله ما اسمعني. الله يرضى عليك اسمعني. انا علمتك سابقا واكررها الان. انتبه. والله ما تسوي مثل هذه التصرفات الا اذا كان كتبت امسك الباب. أي أنا تصرف الحين؟ تصرف دي ولا تصرف دي؟ التصرف يا دحام، تصرفك في ضرب الشاشة بهالطريقة قدام الناس. طيب أنا أقولها لك من الآن. طيب أنت غير اسمعني. اسمعني أنت غير مرحب فيك في البرنامج بطريقتك هذه. تمسك الباب. طيب علمني ليش صار هالشيء قدام الناس، لأني لا يمكنني أرضى بهالتجاوز على الشاشة من المتسابق موجود. ليش تمد يدك على الشاشة بهالطريقة؟ شوف أنا خلاص هي خلصت، لكن أنا يعني بقول لك ايش سويت. اتخذت اجراء صح فيها في الشاشة. اعتذرت للجماهير. هو كل اعتذار بنقبله. شوف خلنا اكمل لك، باقي في اشياء ثانيه. باقي في اشياء ثانيه. مو بلازم نقبل كل الاعتذارات، اعتذارات لازم ترفض اذا كان مو في وقتها ولا في محلها بنرفضها ترى. اي مع الاعتذار في اعتذارات يعني، في اشياء ثانيه اضفتها. اعتذرت، شريت شاشه عندكم في العقود مثل البنود هذه، انه اذا سويت خطا زي كذا يعني. انت مسويها ودارس العقود؟ لا ما درستها بعدين قبل لا تجي. والله العظيم قالوا لي انك بتجي. لا انت غلطان في الدراسه. انا درست. انا اسمعني بسطة. انا عقوباتي فوق اللائحه. اذا انت ما تدري اللائحه اللي انت شفتها عقوباتي تتجاوزها. طيب خليني بقول لك بس اللي عندي كذا حاجه في نفسي عقوب، عقبها انا معك في اللي تبي الا الاستبعاد يعني. طيب ما تكون قريت هذه اللائحه بعدين. يقولون إذا كسرت شيء صلحه واشتره واعتذر. هذه في اللائحة؟ لا في اللائحة يقولون. وين قريت هذه؟ في اللائحة نفسها. هاي في اللائحة هذا كان مكتوب في اللائحة. لا مو هذا، لا أنا أضفت كلام. هو يقولون إذا كسرت شيء عدله ويخصم عليك قيمة الشيء. هي. فأنا جاهز إنك تخصم علي، سوي اللي تبيه بس فكني من الاستبعاد ولا تخصم علي واجد، لأني نقاطي والله ما هي بواجد ترى شوي. طلباتي تفضل. وين فيصل؟ يلا يا فيصل بن هدلان.
أنتوا دحام خصمتوا عليه؟ شباب دحام خصمتوا عليه؟ طيب فيصل؟ يا مرحبا أبو سلطان. سالفة الجوالات هذه يا فيصل؟ وش هي؟ هذه تسمح لي أشوفها؟ هذا جوالك ذا، شلون تشوف؟ يعني ما تعرف هذا أصلاً، واضح من الإطار ومن لك. ما تعرف الجوال ذا؟ ما تعرف؟ هذا ولا الثاني؟ هذا طيب. كله ميبلك. لو سمحت اقلب عليه. كله ميبلك. خلني أشوفها طيب. تعال. هذا خلاص يا ابن الحلال، انت شو تسوي انت؟ ها فيصل؟ سامي جوالاتك؟ لا ما يبلك؟ لا ما يبلي، بس كانت معي، كان معي الاصفر. كان معك؟ الاصفر 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 كان معك؟ بس مو بلك؟ لا. شلون؟ ما شريته بفلوسي. ايش؟ يعني ما شريته بفلوسي. ما شريت بفلوسك؟ لا. شلون؟ جايني هدية. جاك من؟ واحد من اخواني. والله العظيم اني اقول الصدق. الجوال لك؟ ايه. استخدم. رح رح. انا حلو في شغل. بس. ايه ما يخالف، توكل على نفسك. توكل على نفسك. شباب سجلوا قبل العقوبات. بالنسبة لفقرة السجن ترجع يا شباب الفهري. ارفعوا الإيقاف عنها. لا أتكلم، لا أحد يتكلم. لا أنا لو سمحت لا أتكلم. إبراهيم أبو فمين كسر الباب. إبراهيم مقسوم عليه 3000. برضو كسر الطاولة. ناصر بن قماش. عبد الله الزهراني 3000 كل واحد. ها تركي نصيحة لوجه الله، قلت لك خلاص خلاص. تركي يخصموا عليه 1000. ها 1000 وتروح لعبد الله الزهراني في الرصيد. أما دحام والله جديد نفسها. إيش؟ نفسها بالضبط، ما تختلف أختها. دحام مخصوم عليها 4000. ودحام رحلوه للبرايم. ها هي أزيان. فيصل بن هدلان يا شباب. فين فيصل؟ سام استهتارك هذا لا تسويه معي. ها اي استهتار؟ طبعا اللي قبل شوي. مو باستهتار، وانا نصحتك اكثر من مره لكن ما تفيد فيك النصيحه. فيصل بن هدلان استبعدوه من البرنامج يا شباب. لا لا بس اي واحد بيجي بلحق هي. والله لا لحقك هي، خلي خلي استهتاره يفيدك.